هذا الخبر ما هو إلا تأكيد على مقولة سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأن طموحنا عنان السماء. كيف شعوركم أول ما شفتوا الخبر؟ ما في شك أنه شعور كله مفخرة عبد المحسن. الفضاء بالنسبة لنا أنت مستهلك إما للدراسات اللي فيه أو للأخبار اللي فيه. اليوم أنت أصبحت أو اللبنة الأساسية. كنا نشوف صاروخ رايح صاروخ صاروخ راجع. أي بكرة إن شاء الله أنت اللي تمسك الطارة. الله عليك. كفو كفو. شعورك سارة؟ مرة انبسط. ولو زومتوا كذا الصورة يمكن ترى تلاقون صورتي أو يعني أنا. وأنت تصيحين انهيار متأثر واضح. يس هذا اللي كنت أقصده. يس نرمين أنت إيش شعورك؟ أنا بالنسبة لي أكيد يعني كمية فخر واعتزاز أن اليوم السعودية مو قاعد تقول للعالم وين إحنا، قاعد تقول للفضاء والكواكب والمجرات إحنا وين وصلنا. صحيح. تتوقعين في مخلوقات ثانية في الفضاء؟ لا، في شعور فخر قبل المخلوقات الثانية أنه في أول رائدة فضاء سعودية في الموضوع، أول امرأة سعودية. يعني كان أكيد هذا الخبر يعني لنا الكثير كنساء وكمواطنين سعوديين. صح. لكن أنا عندي سؤال لكم الآن، الحين لما يطلعوا الفضاء وش يسوون؟ مضبي هناك. لا. مضبي عاد يقولون مضبي بدون جاذبية أحلى. واو كذا يلف ويدور حولك. هو طبعا عندهم دائما عندهم في الرحلات هذه عندهم مهمات يسووها. في مهمات تكون طبعا دراسة النجوم، دراسة الأرض من الفضاء، دراسة الحياة والحياة بدون جاذبية. هذا رقم ثلاثة. في عندنا أشياء كثيرة مثل الدراسات اللي لها علاقة بالطب وما الطب والصيانة والإمدادات الخاصة بمحطة الفضاء الدولية. سارة، كل رحلة حيكون لها يعني أهدافها الخاصة، بس اللي إحنا متأملين من هذا الموضوع إنه يبدأ عندنا يعني ترند جديد برحلات الفضاء، اللي هي الرحلات الفضاء المأهولة اللي فيها بني آدميين. السعودية سبق يعني أطلقت أكثر من قمر صناعي وأكثر من صاروخ وأشياء زي كذا، بس ما كانت أبداً مأهولة.